أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tonight we listen to the 16th juz of the Quran, which comprises of Surah Al-Kahf, Surah Maryam and Surah Taha, three amazing surah of the Quran filled with great lessons. The 16th juz of the Quran starts by Allah reminding us of the words of Khidr alayhi salatu wassalam when he told Musa, قَالَ أَلَمْ Did I not tell you that you, إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا That you will not have patience with me. And so these ayat remind us of the great incident that took place between Musa and Khidr alayhi salatu wassalam. Nabi Musa in his time, he claimed that he is the most knowledgeable of all people. And so Allah informed him and told him, O Musa, there is a man by the name of Khidr, that he is more knowledgeable than you. And so Musa alayhi salatu wasalam requested from Allah and he said, O Allah, please allow me to study and to gain the knowledge of Khidr alayhi salatu wasalam. And so he traveled on this journey all the way to meet Khidr. And when he finally met Khidr alayhi salatu wasalam, he asked him, please allow me to spend time with you so that I can gain of your knowledge. And so Sina Khidr alayhi salatu told him, O Musa, you will not be patient with me and you will not be patient with my type of knowledge. Musa said, please try me, I promise you, just allow me the time to go and spend and gain this knowledge from you. And so they undertook this journey. And one of the first lessons Khidr taught Musa alayhi salatu wasalam, when he got onto the ship, they wanted to cross over to the next side. Khidr alayhi salatu wasalam took an axe and he made a hole within this boat. And the people of this boat offered a free ride to Musa and Khidr. So Musa was confused and he said, oh Khidr, why are you doing this? These people were good to us and you're breaking this ship. Khidr told him, did I not tell you that you will not have patience with me? And then they traveled further and Musa said, please allow me just another chance. I promise I won't question your authority. And as they moved forward, they met a young boy. And in this town, this young boy, Khidr went to this boy and he killed this boy. Musa alayhi salatu wasalam said, Khidr, how can you kill this innocent young boy who done nothing to you? Khidr told him, oh Musa, did I not tell you that you will not have patience with me? And Musa said, please Khidr, this will be the last time. I'll question you one more chance. And if I question you again, هذا فراق بيني وبينك. It will be the end between us. And as they went further into this town, they came across this people who was extremely selfish. People who never offered them anything. And what did Khidr alayhi salatu wasalam do? When he came in this town, he built a wall. So Musa told him, oh Khidr, these people were bad to us. They never offered us anything. And to them you show courtesy by building the wall. Khidr told him, oh Musa, did I not tell you that you will not have patience with me? But سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلٍ But I will now explain to you the things you could not understand. And then Khidr told him, oh Musa, do you know those young boys who offered us a free ride on their boat? وَرَاءَ They used to be behind, there was a king who took all the ships from people. All the ships that were in perfect condition, they stole. And so I made the hole in that ship so that the king could leave their ship. Musa, that young boy that I killed, he would have grown up to be a misery to his parents. He would have grown up to be a tyrant. He would have been a problem to his family. So I killed him, and by me killing him, Allah replaced him with a better son for his parents. Oh Musa, the third incident where I built the hall, there was a treasure under that hall, and Allah instructed me to build that hall because it belonged to two orphans whose father was a salih man. So Allah preserved their wealth for them. And so what we learn from this ayat is that at many times we can't see the unseen. We can't see the plan of Allah. All we can see is the things we can see in front of us.
and the things we can't see, that's the knowledge of Allah. But as the mu'min, we learn through these ayats, and Allah subhanahu wa ta'ala is in charge of all our affairs, and certain things might look like it's bad for us, but in actual fact, it's actually good for us. And many times we realize we lost something along our way, but Allah had something better in store for us. At the end of Surah Al-Kahf, another beautiful ayah, Allah mentions and He says, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Another anchor of the Quran, say to them, Muhammad, لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Even if all the ocean in the world had been ink, and all the trees in the world had to be pens, and they had to write the word of Allah, they had to write the Quran, they had to write the meaning of the word of Allah, لَنَفِذَ الْبَحْرُ, the ocean would have dried up, قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَالُمَاتُ رَبِّي, before the word of Allah that would dry up, وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, and even if we had sent many oceans to them, the word of Allah would not dry up, and all the ink in the world will dry up. And so we learn the greatness of the words of Allah. So we learn the greatness of the weight of the word of Allah. But even though it's so great, the word is so great, if it had to be revealed on a mountain, the mountain would have crumbled. But Allah has placed this great word in the heart of the mu'mineen. And Allah has allowed our ears to hear it, and our mouths and our tongue to recite it. And so we appreciate the greatness of this noble and glorious Quran. The second surah we heard tonight is Surah Maryam, one of the only women mentioned in the Quran where Allah says, Kaf ha ya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. The story of Nabi Zakariya alayhi salatu wasalam. Allah mentions in Surah Maryam at the opening of the story of Zakariya, when he grew old, and he made dua to Allah for a child for many years. As reported that he made dua to Allah for more than 90 years. And for 90 years he kept on asking Allah to bless him with a child. And after 90 years he says, Oh Allah, my hair is becoming grey, and my body is becoming weak, and my wife is getting old. Oh Allah, grant me a child. And even after all those time of dua, he never gave up in making dua to Allah. And so in these ayat, Allah gives him the glad tidings, and Allah says, Ya Zakariya, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Oh Zakariya, we give you the glad tidings of a child by the name of Yahya. A child we offer to you. And while he was in the mihrab, these ayat and these ni'mah came down to him. And he was blessed with a child who served in the way of Allah. And so we learn a lesson. Never give up in dua. Always ask Allah, and Allah will respond to your dua. Never feel despondent. If you haven't been given something now, you won't ever get it. Allah will give it to you in your lifetime, and not in this life. You will get the dua, and you will get that what you ask for in the year after. And so we learn of Zakariya alayhi salatu wasalam to have hope in Allah, to know that Allah is there.